السلام عليكم. في هذه المحاضرة إن شاء الله راح نحاول أنه نجيب عن السؤال المتكرر بشكل دائم، وهو أنه عندما يظهر الـ 5G وينتشر، هل أنه سنقوم بالتخلص تماما من الـ 2G والـ 3G والـ 4G، أم أنه ستكون هناك مرحلة انتقالية لكي يعني يتحول بها المستخدمين والشركات والأجهزة بصورة تدريجية من الـ 2G والـ 3G والـ 4G إلى الـ 5G؟ الجواب أنه نعم، ستكون هناك مرحلة انتقالية سيعمل معها فيها الـ 5G مع الـ 4G، وايضا يعني سنقوم بالتخلص من الـ 2G والـ 3G بشكل تدريجي. هذا طبعا المرحله راح يسموها ستاند الون ونون ستاند الون. الستاند الون يقصد بها يقف وحيدا، النون ستاند الون يقف ولكنه ليس لوحده. حاليا مثل ما ذكرنا في الدروس السابقه، الـ 3GPP كمؤسسه قامت بوضع الستاندرد الخاص بالـ 5G، ذكرت بانه في البدايه سيكون هناك شيء يسمونه النون ستاند الون، اللي هو تقوم به الشبكات الـ 5G والـ 4G بالعمل سويه، بحيث انه النيو راديو اللي هو الـ 5G راح يقوم بالاتصال بالـ LTE، والـ LTE هو الذي سيقوم بالاتصال بالـ Core Network أو الـ Evolved Packet Core، اللي هو يعني لب الشبكة أو نواة الشبكة أو الشبكة المركزية، بحيث أنه هنا الـ New Radio راح يكون فشي ثانوي. الـ Stand Alone بالنسبة للـ 4G هو اللي موجود طبيعي يعني بشكل حالي، هنا الـ 4G LTE يعني كشبكات أو أبراج راح تتصل بالشبكة المركزية أو الـ Core Network. هذا Stand Alone بالنسبة للـ 4G. هذا نون ستاند الون بالنسبه لل 5G، لانه راح يكون ال LTE او ال 4G هو الماستر، هو الاساس. في المستقبل راح تختلف الامور، راح بالبدايه نبدا بقضيه انه نحاول انه نقوم ببناء ستاند الون 5G، بحيث انه يكون النيو راديو يعني التقنيه الجديده الراديو فريكونسي الخاص بال 5G راح يتصل بال 5G كور، اللي هو يعني نواه شبكه من نوع 5G. وهنا راح يكون عندك نون ستاند الون الخاص بال 5G، ممكن تكون هو النيو راديو هو الماستر، راح تكون عندك هذه الشبكه الاصليه النيو راديو تتصل بال 5G كور، وراح تكون ال LTE فشي ثانوي. يعني تلاحظ بانه هنا راح يكون عندك انتقال تدريجي، هذا هو الموجود حاليا، هذا اللي راح نقوم بالوصول اليه في المستقبل القريب، هذا نمبر 2. نمبر 3 هنا راح تكون عندك، راح تكون ال 5G هو الاساس وال LTE يعني شبكه ثانويه لفتره من الزمن. واخيرا هذا هو الهدف النهائي اللي يريد نوصل له، انه تكون عندك الشبكه كلها هي 5G، اللي هو راح تكون ستاند الون 5G، وهذا هو اللي وضعناه الستاندرد الخاص به اللي موجود ضمن الريليس 16 اللي تم اصداره في شهر نوفمبر 2019، يعني تقريبا قبل 6 اشهر. حاليا طبعا هذه اكو عندك مختلف الديبلويمنت اوبشنز هذه والميجريشن استراتيجيز، يعني هن يعني الخيارات توظيف ال 5G، وكذلك خيارات او استراتيجيات الهجره او الانتقال من ال 4G تماما الى ال 5G تماما. في البدايه طبعا اكو عندك هذا الميجريشن اوبشنز مثل ما ذكرنا، ممكن تكون عندك الاوبشن 1 يقود الى 2 اور 3، ال 3 الى 7 اور 5، ال 3 الى 3 اور 2. طبعا هذه مختلف الاوبشنز، بعضها يعني هي متاكدين من اثها لانه بدات العمل عليها فعلا في مختلف الدول، ولكن بعض الاوبشنز هي لحد الان يعني داوتبل، يعني بعدنا لحد الان نشك بها لانه ما نعرف كيف سيكون اتجاه الصناعه، طبعا اللي هو يعتمد على اساس الحاجه الفعليه للمستخدمين، الشركات، جهات الحكوميه، وكذلك على اساس تطور التكنولوجي اللي نعرفها. هذا هو اللي موجود عندنا اليوم، اللي هو توداي 4G نتوركس. عندنا عندك الاي نود بي اللي هو يعني البيس ستيشن راح او البرج يتصل بالاي بي سي الايفولف باكيت كور، هذا هو الشيء طبيعي اللي موجود عندنا حاليا، اللي هو ستاند الون ولكنه بالنسبه لمن؟ بالنسبه لل 4G. اكو عندنا ايضا فشي نون ستاند الون اللي بدات الشركات تقوم بانشاء او نصبه حاليا، اللي هو نون ستاند الون بالنسبه لل 5G، بحيث اللي موجود ايضا مثل ما ذكرنا في الريليس 15، هذا ايضا راح يكون موجود مجموعه من الراديو تكنولوجيز، اللي هو راح تكون عندك الاي نود بي اللي هو الايفولفد نتورك، يعني هذا الخاص بال 4G بيس نتورك او البيس ستيشن، المحطه الرئيسيه، المحطه المركزيه، وايضا اكو عندك في شيء يسمونه الجي نود بي اللي هو نيو جنريشن او نيكست جنريشن 5G الخاص بال 5G، هذول الاثنين راح يتصلن بالكور الخاص بال 4G، فهنا راح تكون عندك تبقى شبكه ال 4G هي الاساس، ال 5G راح يكون عندك في شيء اضافي ثانوي لفتره مؤقته من الزمن، لانه مثل ما ذكرنا هي ميجريشن استراتيجي، يعني انتقال تدريجي او هجره تدريجيه من توتالي 4G الى توتالي 5G. فهذا راح يكون عندك الاوبشن اللي تم يعني اصداره في الريليس 15، واللي اغلب يعني مو اغلب وانما كل الدول التي تعمل الان على ال 5G هي تعمل ضمن هذا السياق، لانه هنا مستحيل تستطيع القفز مباشره الى ال 5G بدون المرور بال 4G. الهدف النهائي الفيوتشر الشيء اللي نريد نوصل له هو انه تكون عندك ابراج 5G تتصل بشبكه مركزيه من نوع 5G، هذا اللي يسمونه الستاند الون الخاص بال 5G،
يعني هنا تشوف انه جين 1 بي اللي هو اسم البرج الجديد خاص بالنيو نكست جينيريشن او نيو جينيريشن الجيل الجديد اللي هو 5G راح يتصل بالنتورك ال 5G كور هذا هو يسمونه ستاند الون خاص بال 5G ايضا تم اطلاقه ضمن الريليس 16 other options الخيارات الاخرى اللي هي مثلا عندك شبكه 4G تتصل بالكور مالت 5G او شبكه 4G 5G تتصل بالكور مالت 5G ويكون بها الاساس هو ال 5G او تكون عندك شبكه 5G و 4G ويكون الاساس هو يعني له علاقه بال 4G بشكل اكبر يعني هنا تشوف انه ستاند الون LTE connected to 5G core او نون ستاند الون نيو راديو اسوشيتد LTE connected to 5G core او ها طبعا هذا اوبشن 5 اوبشن 4 واوبشن 7 ايضا ال NSA LTE associated new radio connected to 5G core هذا طبعا لحد الان اشياء متوقع انه يتم العمل عليها في المستقبل ولكنه هي غير نهائيه مثل ما ذكرنا ممكن انه يبدا العمل عليها في 2024 ولكنه حتى الان ما نعرف احنا اي واحده من اثنين راح تكون هي الاكثر انتشارا هي كلها اوبشنز يعني هي كلها خيارات موضوع من قبل 5G ال 3GPP ومحتمل انه نعمل عليها في المستقبل ولكنه nothing is for sure يعني ليس هناك اي شيء هنا اكيد في هذه الاوبشنز حتى الان اخيرا هذه 5G terminologies ممكن ايجاد معلومات اكثر في هذا الرابط 5G network architecture ايضا ممكن ايجاد معلومات اكثر في هذا الرابط وشكرا جزيلا انتظرونا في الدروس القادمه مع السلامه